تتعدد الأركان في أيام الشارقة التراثية لتعرف الجمهور على جانب من الحرف والصناعات اليدوية وتحافظ عليها من الاندثار. مبادرة بركة التراث واحدة منها، والتي جاءت في إطار تحفيز ودمج كبار السن مع المجتمع في مختلف الفعاليات. أبرز هذه الحرف في التقرير التالي. بركة التراث زاوية يجلس فيها من عاصر الماضي بكل تفاصيله، لينسج بأناملهم صناعات تقليدية عاكسين عبرها ملامح من حياة الأجداد وكيف تعايشوا مع البيئة لينتجوا إبداعات تحمل إرثاً أصيلاً. سويت الصرون، سويت السمة، سويت القفة، سويت القفير، سويت نفرش، سويت كل شيء، سويت أسف، أخيط، أبدي، كل شيء، ما يعضلني شيء، كل شيء أسويه. الخوص اللونه نجيبه من نخل، من دون نجففه، بعدين نصبغه، أي صبغة نباها سويناها. وعلى الرغم من بساطة الأدوات المستخدمة، إلا أن أول ما يلاحظ هو الدقة والجودة على الصناعات اليدوية التي أثبتت خلالها المرأة الإماراتية إسهامها الكبير في تيسير الحياة على أرض الإمارات. خدمتي شغلت التلة، بعدين ذهب التلة أركبوا على الملابس، ملابس عربية طبعا، وهذا اسمه كجوجة كامل، وهي المخدة، هاي المخدة والكجوجة مالها، والخيوط مع الخوص التلة. الأول ما في كل الألوان، في أبيض وأحمر، بس الحين الألوان موجودة، كل شيء بغينا شكلنا. أما الأجداد فقد سردوا ذكريات أهل البحر بكل اعتزاز، وعبروا عن حبهم للمهن المرتبطة بحياة البحر التي توارثوها بطريقتهم الخاصة. النخضاوي والمعلم شاركوا في سفينة، النخضاصر صار تاير، والمعلم عنده خزينة. إيه يا مال. إحياء الحرف القديمة عبر مبادرة بركة التراث في أيام الشارقة التراثية جاء تقديراً للآباء والأجداد باعتبارهم ذاكرة المجتمع الذي لا ينضب، وتعزيزاً للتاريخ في نفوس جيل يلتمس المعرفة بالتراث وينهل من معينه. مشاركة هذه الفئة الغالية على قلوبنا في أيام الشارقة التراثية تكمن أهميتها في نقل التراث والموروث وخبرات الأجداد الذين عاشوا حياة كلها كفاح، وذلك وفق ما تدل عليه هذه الأنشطة المتنوعة. لأخبار الدار، ريم عيسى من قلب الشارقة.